الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. أحبتي الكرام، اليوم إن شاء الله نبدأ في علم جديد ودرس جديد هو الفقه. ويوم الأحد نأخذ فقه القلوب المدارج السالكين، واليوم نأخذ فقه العبادات والمعاملات من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، واسمه السيد سابق. وقبل أن نبدأ في الفقه كعلم حتى ندخل إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منا حينما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعبده من صلاة وزكاة وصيام إلى آخره، فقد تكلم الشيخ سيد رحمه الله في أول كتاب على مقدمة جميلة لا بد أن نلقي الضوء عليها كتمهيد لعلم الفقه. وكذلك هناك شيء آخر سنعطيه مقدمة أيضا في علم الحياة مع علم الفقه، لأن الله تبارك وتعالى جعل علم الفقه وجعل الدين منهجا للحياة التي نعيشها، وسنبين هذا إن شاء الله في المرة القادمة. إلا أنه حينما ندرس أي علم، أي علم سواء كان فقه، سواء كان تفسير، سواء كان مصطلح حديث، سواء كان عقيدة، أي علم، أي علم، لا بد، لقد وضع العلماء مبادئ لكي تفهم وتميز هذا العلم من غيره، ولخصوها في بيت شعر، بيتين شعر، قالوا إيه؟ إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه مبادئ أي علم تريد أن تعرفه. يعني إيه؟ هو بيقول إن مبادئ كل فن، يعني الأشياء التي لا بد أن تفهمها عن كل علم تريد أن تدرسه وتفهمه عشر. الحد يعني التعريف، لا بد أن تعرف هذا لتعرفه لغة واصطلاحا عند الإيه؟ واصطلاحا عند أربابه. فمثلا نحن نقول الفقه، لا بد أن نعرف الفقه لغة، يعني لغة يعني إيه؟ يعني عند العرب، يعني العرب يقولون فقه معناه إيه؟ هذا أفقه من هذا، أو هذا فقه قولي، ولا فقه قولي، ولا هذا فقه فقه. ففيها ثلاثة: فقه بضم القاف، وفقه بفتح القاف، وفاقه بكسر القاف. العرب حينما يتكلمون بهذا إنما يعنون المعنى حينما يتغير التشكيل غالبا، ولذلك يقولون فقه أي أن الفقه صار له سجية، هذا سنتكلم عنه يعني. أو فقه يقول هو سبق غيره في الفقه، وفقه أي فهم، وهو معنى الفقه في الحقيقة. يبقى الفقه معناه إيه عند اللغة أو في اللغة؟ إيه؟ الفهم. سواء كان فقه أو فقه أو فاقه، على اختلاف في معنى تشكيل القاف عند من قال بذلك.
كذلك لا بد أن نعرف الفقه عند مين بقى؟ عند المفسرين ولا عند الأهل الحديث ولا عند مين؟ قال لا، أنك تعرف العلم اصطلاحا أي عند الفقهاء الذين يشتغلون بهذا العلم. طب وإذا أردنا أن نعرف علم الحديث اصطلاحا نعرفه عند الفقهاء ولا عند المحدثين؟ ليه؟ قال لأنهم هم الذين سيشتغلون بهذا الحين بهذا العلم. الصلاح يعني ايه؟ يعني اصطلح العلماء، انتم مثلا الفقهاء دلوقتي، الشيخ الفقيه والشيخ الفقيه والشيخ الفقيه، فتقول له ما معنى الفقه عندنا فيما نعرفه من علوم الشريعة عندنا، فيقول لا، العلم بالأحكام، ها الايه العملية، لا ده العلم بالأحكام العمل المكتسب من أدلة. يبقى إذا حينما أنتم تضعون شيئا أنتم يا أهل الفقه أنتم الذين تعرفون إيه كلمة الفقه، هذا العلم يعني. كذلك أهل التفسير، كذلك أهل الحديث، وسنعطي هذا الكلام حقه حينما نبدأ في تعريف الفقه وندخل فيه. قال الحد والموضوع، موضوع علم الفقه إيه؟ الحد والموضوع ثم الثمرة، ثمرته إيه؟ إيه النتيجة اللي هي اللي إحنا نستفيد أن نتعلم منها علم الفقه؟ سنتكلم بالتفصيل في هذا حينما أشرع في إيه؟ في شرحه. الثمرة وفضله معروف، ونسبة يعني نسبة يعني إلى أي العلوم يمتسك، والواضع من الذي وضع علم الفقه؟ مش كده؟ هناك فرق بين الوضع والإيه؟ التدوين والوجود، وسنلقي عليها النظر. والاسم والاستمداد، حكم الشارع مسائي، والبعض بالبعض الثاني. هذه الأشياء كلها سنعرفها حينما ندخل في إيه؟ في تعريف الفقه وندخل لكي نعلمه أو نفقهه. إلا أن الشيخ في الحقيقة قد وضع الفقه بالمعنى كده اللغوي إيه؟ الفهم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال ألهم إيه؟ قلوب إيه؟ لا يفقهون بها، مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ وإيه تاني؟ يفقهوا قولي. يفقهوا إيه؟ قولي سيدنا موسى، مش كده ولا إيه؟ ليه؟ قال لأنهم إذا لم يفهموا قول المبلغ عن الله كيف يعرفون مراد الله منهم؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ليبين لهم يعني إيه؟ يعني يفهمون لغته، فإذا فهموا لغته وهو يشرح فإنه يبين له مراد الله منهم. إذن حينما نتكلم عن الفهم في الأحكام قبل أن نتكلم، الشيخ وضع إيه؟ وضع مقدمة جميلة جدا لتتصور الدين وتفهم المنهج. هل المقصود منك من هذا العلم أنك تتعلمه كعلم، ولا لابد أن تتعلمه كعلم ثم تمشي به في دنيا الناس تطبيقا مشخصا؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت السيدة عائشة عن خلقه قالت إيه؟ كان خلقه إيه؟ يعني إيه خلقه القرآن؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، فإذا رأيته في موقف كرم فكأنه يشرح الكرم بأحواله بحاله، وإذا رأيته في موقف شجاعة فإنك لا تأتي بآيات الشجاعة بس كده علما، وإنما إذا رأيته في موقف الشجاعة تذكرت كلام ربنا تبارك وتعالى حينما يتكلم على رجال صدقوا ما عهد الله عليه. إذن حينما يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس إنما يشرح بأحواله مراد الله من خلقه. ولذلك لا بد أن نفهم هذه الأشياء. إذن ما هي الشريعة وما هو الدين الذي نعتقده نحن كمسلمين حتى نبينه للناس؟ إن كثيرا من المسلمين لا يفقهون دينهم ولا يعرفونه في أنفسهم، فضلا أنه لا يبينونه للناس، فكيف يبينون شيئا لا يدركونه؟
وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك احنا قلنا في فقه المدارك مش كده، فقه القلوب، ان الدين ينبني على كم محور؟ خمسة. ايه هما؟ الله، ها، الرسول، ها، وايه؟ الميعاد، ها، المنهج، ها، الكون، صح ولا لا؟ قال لك هذه الاشياء التي تفهمها انت من الدين، من القرآن ومن السنة. ليه؟ ما انت بتفهم محاور الدين، صح؟ طب ليه بتفهم محاور الدين؟ تعمل بها ايه؟ تتعامل. تلعب بها كرة؟ تتعامل مع الدين. ايه تاني يعني تعمل بها ايه؟ تطبقها بحياتك. هتطبقها، صحيح مش كده؟ لكن في حاجة تانية برضه. طب لما تطبقها، ان التطبيق هي اتت هذه المحاور واتى هذا الدين لكي يحافظ على ايه في دنيانا؟ ها، هذه المحاور سعادتك. قال لك ما جاء الدين الا لكي يحافظ على الضرورات الخمس. بر يبقى محاور خمسه جاءت لكي تحافظ على ايه؟ ضرورات خمسه. لازم نفهم كده كمسلمين، ايه الضرورات الخمسه؟ اول حاجه قال لك الدين. انت تعرف المحاور التي تكلم ربنا معها معنا في قرآنه والنبي في سنته عشان نحافظ على ديننا. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم دينك دينك، لحمك دمك. لحمك دمك يعني ايه؟ يعني اذا كان لله تبارك وتعالى ولدينك شيء ومصلحة، واذا كانت لنفسك مصلحة، ايهما تقدم؟ الدين ام مصلحتك الشخصية؟ قال يسقط وينجح في هذا المجال كثير. وإذا كان المسلمون في حقيقة الأمر يطبقون أنهم يريدون مصلحة دينهم أفضل من مصلحتهم الشخصية، ما كان أحوال المسلمين اليوم كحالهم بهذه الصورة. وإذا أردت أن تعرف أن المسلم يطبق دينه أفضل من أن يحرص على مصلحته، فانظر إلى صحابة رسول الله هذا الجيل القرآني الأول، وقارن نفسك بهم، فإن تشبهت بهم فمن الإمكان أن تكون فضلت مصلحة الدين على مصلحة نفسك. لكن في حقيقة الأمر إن غالبية الناس الآن يفضلون مصلحتهم الشخصية على إيه؟ على إيه؟ ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال للإيمان حلاوة؟ قال نعم للإيمان حلاوة. وتكلم العلماء في ذلك وقال في قالوا في صدورنا حلاوة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعم، لكن هل المسلمون اليوم يشعرون بهذه الحلاوة؟ أن لو شعروا بهذه الحلاوة ما تركوها، فإن الذي يشعر بالشيء الجميل يحرص عليه، وإنما هم يحرصون على الصلاة وعلى الزكاة، وعلى أنهم يقلدون آباءهم، لا أنهم يشعرون بحلاوة الإيمان. ليه؟ قال لأن النبي قد وضع شروطا. قال إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كده ولا سواهما؟ يعني ما فيش الله. إن أباك وأمك لو، نسأل الله العافية، يعني لو كفر وأنت تريد مصلحتهما ومصلحة الله تبارك وتعالى في كفة، مصلحتهما في كفة، تفضل مصلحة مين؟ الله. لو مصلحتك أنت ومصلحة الدين تفضل إيه؟ قال من يفعل ذلك يشعر بحلاوة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. دلوقتي كم واحد بيحب التاني لله؟ وبعدين نشتكي من حالنا من حال الضعف الذي نحن فيه. كم واحد يحرص على انه اخوه يذهب ويزوره في الله، او يحبه في الله، او يعطيه في الله، او ياخذ منه في الله، او يتكلم معه في الله؟ الا نادرا طبعا. فيه امه محمد موجود فيها، لكن الغالبيه العظمى في الحقيقه لا بد ان تكون هناك مصلحه بينك وبينه حتى تسلم عليه. ما كانش فيه مصلحة سيبك منه خلاص، صح ولا لا؟ إن الذي يفعل ذلك لا يجد في قلبه حلاوة الإيمان. ليه؟ قال لأنه لا يفضل مراد الله على مراده. وقال ابن عطاء الله سبحانه، إن أردت، فيما معنى قولي إن أردت أن تبلغ المراد
فلا تجعل مع الله مراد. قال وأن يكره أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به. إذا كان هذه الثلاثة فلا بد. إذن الدين هو أول ضرورة، المحاور الخمسة جاءت لتحافظ على الإيه؟ على الدين بتاعك. الدين اللي هو إيه؟ أن تدين لله بالعبودية ولا تدين لأحد، لأن العبد لا يكون إلا عبدا لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق العبادة، مش كده؟ طب والتانية بقى قال إيه هو إيه؟ الضرورات الخمسة، النفس. الدين النفس. النفس التي هانت الآن على كل أحد، فالأرض الآن مليئة بالقتل ومليئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما من علامة اقتراب الساعة أن يكثر الهرج. الهرج يقتل، يعني يكثر القتل، والقتل في كثير من الله. يبقى أنت تحافظ ليه؟ ربنا تبارك وتعالى جعل بنيتك أنت صنعه سبحانه وتعالى، فإذا قتلت أحدا فإنك تهدم بنية الله التي أراد لها أن تعيش، تبقى مشكلة كبيرة. وبعدين إيه؟ تعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجعل إلى 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 وهذا. يبقى تاني حاجة في الضرورات إيه؟ أن تحافظ على النفس. ولذلك حينما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على نفس البشرية فقط، وإنما يحافظ على حياة الحيوان، حياة الحيوان هو. وكما تعلمون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ثم بعد ذلك أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يصبح قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، مش كده ولا إيه؟ طيب الدين والنفس، وإيه تاني؟ والمال. والعقل، نعم بعد، والمال. المال. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أحدا، يعني جاء إلى قال هات مالك، أعطيه مالي؟ قال لا تعطى، تدلوش مالك، واحد جاي يقتلك عاوز هات الفلوس بتاعتك، حرام، نصاب، قاطع طرق، صاحب، هات فلوسك، أعطيه مالي؟ قال لا تعطى، تدلوش. قال أفرأيت إن قاتلني؟ قال قاتلني. قال أفرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. هذه أشياء لابد أن احنا ندركها. ليه؟ لأن المسلم في الحقيقة ليس جبانا. وإن كان قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذاب؟ لا، ما ينفعش، ما يكذبش المؤمن. لكن لابد للناس أن يفهموا هذه الأشياء، لا تعطى. طب فهذا المال أيهما مقدم، المال ولا النفس؟ النفس. فإذا جاء أحد يعتدي على نفسك ليقتلك لابد أن تدافع عنه، عن نفسك، لابد. لا تسلم له نفسك هكذا، وإلا ستحاسب أمام الله عز وجل على هذا. ده الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون هذه الأشياء فهما جيدا، لأنهم كان في دماغهم يعني إيه دين، إحنا مش في دماغنا يعني إيه دين، ما مراد الله منا مش في دماغنا. أنت لابد أنك تحط في دماغك كده إيه معنى الدين، إيه معنى أنك مسلم. لابد إحنا بنتكلم عشان نعرف يعني إيه إحنا مسلمين. الصحابة رضوان الله عليهم إحنا، وهذا ما قلته أيضا في رمضان أظن ذلك، أن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة ذات السلاسل حينما قام جنبا وأراد أن يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم، هو جنب، هو تيمم صحيح لكن هيصلي بالصحابة إمام، فأبو عبيدة بن الجراح يقول له أنت جنب يعني هتصلي إزاي يعني، أنت متخلي واحد يصلي يعني، هو أنت بس اللي بتعرف تقرأ القرآن يعني، ما احنا كلنا بنعرف نقرأ القرآن. قال أنا الأمير، محدش يتكلم. تركوه يصلي لوحده؟ لا، صلوا وراءه، لأن طاعته من طاعة مين؟ الرسول، وطاعة الرسول من طاعة مين؟ الله، فما يقدروش، فصلوا وراءه، مع أنهم يعتقدون في أنفسهم أن هذا جنب. أنا بقول ليه كده؟ لأن هتيجي في المقدمة التي كتبها الشيخ رحمه الله شيء عجيب جدا،
ليه؟ قال لأن الحنفية لا تتزوج بالشافعي في مرحلة الاختلاف الفقهي. الإسلام أو الأمة الإسلامية مرت بمراحل، مراحل اختلاف، في مرحلة اختلاف عقدي ومرحلة اختلاف فقهي ومذهبي ومرحلة اختلاف فكري، واحتمال نبين هذا إن شاء الله في طيات كلامنا، لأننا لا نريد أن نعطي فقها جامدا، وإنما نريد أن ندرس الفقه ونسقطه على ما نحن فيه من معايش حتى لا نشعر بإيه؟ بجمود العلم. ماشي الحال؟ اتفقنا؟ فقال الحنفية لا تتزوج الشافعي. ليه عم؟ قال لأن الشافعية يقولون لما يجي واحد يقول له مؤمن، أنت مؤمن؟ يقول له مؤمن إن شاء الله. يقول لك هذا تعليق، أنت تقول مؤمن بس اعتقادا جازما، مش مؤمن إن شاء الله. والشافعية يقول اللهم ولا تشاء وما يشاءون إلا إيه. فهناك خلاف فقهي في المسألة، فالدماغ بتاع المتحجر بتاع مرحلة الفقه المذهبي، الاختلاف المذهبي، ما منعبش على الفقه. أنا راجل تعلمت في الأزهر على المذهب الشافعي، تعلمت فيه، وهذا بناء المرحلة العلمية الصحيحة، بعدين بنقول كده. الحاصل أنه يقول لا، هذا اختلاف فقهي، اختلاف فقهي يفرق بين الايه؟ يفرق بين الأجل. طب وقول له ايه؟ بعض الحنفية قالوا ايه؟ قالوا لا، يجوز أن يتزوج، تتزوج الحنفية من الشافعية عملا أو قياسا على أهل الذمة. أنا بقول لك كده عشان تشوف المسلمين في مرحلة من المراحل وصلوا إلى فين. ألم يقرأ حادثة غزو الذات الثلاثة مع سيدنا عمرو بن العاص وهو جنوب صلى بالصحابة بعد أن تيمم، واشتكوه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي تعالى يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنوب؟ قال نعم يا رسول الله. قال له ما دليل عملت ليه كده يا عمرو؟ ليه؟ قال يا رسول الله لو سخنت المية والدنيا برد، لو سخنت المية الأعداء هيشوفونا يغيرونا علينا فيقتلونا، ولو أنا استحميت بالمية الباردة أموت. يعني مثلا زيكم هنا أحيانا بتوصل المية ناقص 40، يعني لو أنت حطيتها بس لو أنت مشيت في الشارع 5 دقايق خلصت القصة، صح؟ فلو هو حط المية عليه يموت. ألا ولقد رأيت في كتاب الله قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له أعد الصلاة، ولم يقل للصحابة أعيد الصلاة، وإنما جعل الصلاة صحيحة، لأنه اجتهد بدليل وأتى بدليل، فصلاته صحيحة وصلاة الصحابة صحيحة. أن لو علمت الحنفية ذلك وعلمت الشافعية ذلك ما قالوا إن الحنفية لا تتزوج بالشافعي والشافعي لا يتزوج بالله. هذه عقلية أرادها أعداء الإسلام أن تكون في الأمة، ففرقوا بين المسلمين افتراق عقدي وافتراق فقهي وافتراق فكري وافتراق قولي وافتراق مش عارف كذا، حتى لم يصبح المسلمون اليوم على قلب رجل واحد، وهم أضعف الكائنات. إن الجرذ الذي يتحرك في كندا هنا آمنا على نفسه أكثر من أي مسلم في أي بلد من البلدان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاصل أن الضرورة الثانية هي الإيه؟ المال. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلم المسلمين الشجاعة؟ طب ليه؟ ليه يعلمهم الشجاعة؟ ليه يعني؟ ليه؟ تدافع عن حرب نفسه. ليه؟ تمام ليه يعني؟ قوة. ليه يعني؟ قوة. وإيه تاني؟ إيه يعني؟ حفظ النفس وحفظ الله. هو يريد أن يضع في قلوبهم أن الذي يأخذ الأرواح هو من؟ الله. بس. فلا تعبأ. لا تعبأ. وإن الذي يملك الأرزاق هو من؟ الله. لا تعبأ ولا تخاف، لا تخف ولا تهنوا
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الايه الأعلون. ولذلك هذه الأشياء تأصلت في الصحابة رضوان الله عليهم. وأنا قلت لكم قبل ذلك أمثلة على هذا بربع ابن عامر صح، وكذلك بأبي معلق مش كده ولا ايه؟ هذه الأشياء تأصلت. الحاصل الضرورة الثالثة العقل، الرابعة الايه العقل. العقل لابد أن تحافظ عليه مش كده ولا ايه؟ ولذلك لا يكلف مجنون ولا يكلف صبي لم يبلغ الحلم ولا يكلف نائم رفع عن أمة الايه الخطأ والنسيان لأنه مش هو العقل الطبيعي مش كده ولا ايه؟ وايه تاني؟ النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل صح ولا لا؟ يبقى إذن العقل لابد. إذن كل من يريد أن يفسد العقل ويخرجه عن طبيعته التي خلقه الله فهو إيه؟ حرام. حرام. ولذلك أنا قلت لكم قبل كده نقطة حلوة جميلة، قلت يعني اثنين من العقلاء العلماء رأوا مجنونا فأرادوا أن يضحكوا عليه، يعني مش يضحكوا عليه يقول لك شوف إيه الدماغ ده ولا يعني. فراح للمجنون فبيقول له الشيخ بيقول له إيه؟ واحد يعني عاقل يعني. أبي يعني نسميها كده بين العاقل والمجنون. فالعاقل راح قال له ايه؟ انا عاوز اسالك سؤال يا راجل انت. فقال له المجنون قال له لا انا اسالك الاول سؤال، انا قلت لكم الكلام ده اظن في رمضان. فقال له ايه اسال؟ العاقل قال للمجنون اسال انت الاول احنا هتقول ايه يعني؟ فقال له متى تشعر بلذة النوم؟ انا قلت لكم الكلام ده. فقال العاقل اشعر بها قبل ان انام. نظر اليه المجنون وقال له يا مجنون هل تشعر بلذة شيء قبل أن تتلبس به قبل أنك تبدأ فيه؟ قال له نعم أشعر بلذة النوم في النوم. قال يا مجنون وهل يشعر النائم بشيء؟ قال له نعم بعد النوم. قال يا مجنون وهل يشعر الإنسان بلذة قد تركها؟ فقال لله علي أن لا أناظر مجنونا بعد. خذ الحكمة من أفواه الإيه؟ وما أكثر المجانين في هذا العصر. الحاصل أن العقل هو الإيه؟ هو قال عقلها يعني سنتكلم عنها. الخمسة هي إيه؟ النسل اللي هي الذرية يعني حتى تستمر الحياة. فمن أراد أن يعتدي على النسل فقد هدم ضرورة من ضرورات الإسلام. إذا خمسة محاور تعلمناها من ديننا لتحافظ على خمسة ضرورات في حياتنا. وما الشرع الذي أنزله ربنا إلا ليحافظ على حياتنا، وهذا مراد الله منا. فما هي مقدمة الشيخ في كتابه يرحمكم الله حتى نبدأ في المقصود؟ هذا في المرة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. أي سؤال؟